أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة. هنتكلم عن حاجة اسمها الفيزياء. يعني إيه فيزياء؟ وكل واحد يقول طب أنا مالي بالفيزياء، هي الفيزياء مهمة جدا. أي حاجة حوالينا تتعلق بمادة الفيزياء، بعلم الفيزياء، هو علم كبير جدا جدا وليس له حدود. أي حاجة حواليا، يعني مثلا إضاءة المصباح فيزياء، التلاجة فيزياء، الغسالة فيزياء، الموبايل اللي عندي فيه فيزياء، ان انا ابقى جاي بلبس حاجات بوليستر واجي لها ابص الاقي في طقطقه كده خفيفه، او اكلم واحد صاحبي اجي اكلمه والمسه ابص الاقي ايدي بتتكهرب اقول له ده انت بتكهرب، الالكترونات دي فيزياء. الفيزياء مهمه جدا جدا، اي ظاهره طبيعيه حواليا بتتكلم عن الفيزياء. طيب العلماء كتير جدا جدا في مجال الفيزياء، هنتكلم عن جزء منهم النهارده ونشوف عملوا ايه وايه التطبيقات الحلوه اللي احنا بنستعملها في حياتنا. يعني انا كده كانسان عادي بستعمل الفيزياء في حياتي. ابسط حاجه ان انا بفتح النور، طب النور ده عباره عن طاقه، حاجه اسمها طاقه ضوئيه، والطاقه الضوئيه دي جايه نتيجه للكهرباء، لو النور قطع النور ما بينورش، اللمبه ما بتنورش. طب الطاقه الضوئيه دي جايه من الطاقه الكهربيه، والكهربيه نتيجه ان في الكترونات، والالكترونات بتتحرك، وحركه الالكترون حاجه اسمها طاقه وضع او طاقه سكون. كل اللي بتكلم عنه ده عباره عن فيزياء. طيب يا ترى الفيزياء دي عشان نتكلم عنها بتوسع هناخد فكره بسيطه جدا عن بعض العلماء اللي معايا. اول عالم اسمه مايكل فاراداي. مايكل فاراداي ده عمل ايه؟ هو اول نعرف نتعرف عليه، هو عباره عن انجليزي الجنسيه، يعني جنسيته انجليزيه. عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها قوانين الكهرومغناطيسيه. ايه ده، هو ينفع اعمل كهرباء من مغناطيس؟ هو عمل دمج للقوانين الكهرومغناطيسيه، دمج بين الكهرباء مع المغناطيس. طب انا ممكن في حاجه في حياتي اتكلم عنها عن الكهرومغناطيسيه؟ ابسط مثال الجرس الكهربي، الجرس بتاعنا اللي هو البيانو ده اللي بيعمل صوت، ابتدى يستعمل الكهرباء مع المغناطيس وابتدى يعمل مكن كتير والات كتيره واجهزه كتيره. ابسط مثال ليها اللي هو الجرس الالكتروني بتاعنا اللي هو بصوت ايا كان صوته، جواه بيبقى فيه قطعه حديد، لما بيمر التيار الكهربي بتبتدي تتحول الى مغناطيس، يعني كهرباء ومغناطيس الاثنين مع بعضهم، وابتدوا يستخدموا وابتدى يعمل حاجات كتيره جدا واجهزه كتيره جدا فيها برضو المجال الكهربي والمغناطيس، زي الموتور زي الدينامو باختلافات الـ يعني الفعاليه بتاعتهم، وبنتج منهم وبحصل منهم على طاقه شكلها ايه. كمان عم مايكل فاراداي دوت العالم من العلماء عمل حاجه اسمها التحليل الكهربائي. احنا عارفين ان انا ممكن اعمل، ممكن نكون سمعنا عنها قبل كده، اطلي اي جسم، ممكن شريحه، ممكن بنسه، ممكن مفتاح، بطبقه من الفضه او النحاس او الذهب طلاء. فممكن ان انا اعمل الاول تحليل كهربي للماده الكيماويه اللي عندي، المحلول بتاعها، وبعد كده اقدر اطلي المعدن اللي عندي او الجسم اللي انا عايز اطليه. خد جايزه مهمه جدا اسمها الوسام الملكي، خدها مرتين، خدها سنه 1835 و1846. ده كان العالم مايكل فاراداي. عندي اسحاق نيوتن. طبعا كلنا سمعنا عن نيوتن ده، طبعا هو الاسم الاول بتاعي اسحاق، هو انجليزي الجنسيه. طيب عمل ايه بقى عم اسحاق؟ كلنا فاكرين عمل ايه اللي هو بتاع التفاحه، عالم نيوتن اللي هو كان قاعد تحت الشجره والتفاحه وقعت تحته فوقيه، وابتدى يسال ليه التفاحه وقعت. طبعا هو عمل دراسات كتيره جدا، مش هي حكايه التفاحه بس، لا، بيعتبر هو من اهم رموز الثوره العلميه. يعني عمل، يعني فعلا ما زلنا لغايه دلوقتي احنا في القرن 21 اهو بنستعمل قوانين نيوتن في حياتنا. قانون الجذب العام، ليه الارض بتدور حوالين الشمس، وليه القمر بيدور حوالين الارض، وليه الكواكب مجموعه الكواكب الشمسيه كلها، كل دوت اللي فسره العالم نيوتن. كمان حركه الاجسام على الارض زي عربيه زي عجله، لو انا واقفه وقعت مني حاجه من وانا في البلكونه مثلا، او انا قاعد مثلا وقعت مني قلم على الارض، ايه اللي خلاه يقع؟ هو فسره اللي هو طبعا فعل قوه عجله الجاذبيه الارضيه. طبعا هي قوه كبيره جدا جدا موجوده في سقوط الاجسام الى اسفل. وابتدى كمان يدرس حركه الاجسام في السماء، اللي هي زي ما انا قلت في الاول اللي هي الاجرام السماويه او الكواكب الشمسيه، وحركه الاجسام على الارض.
اسم العالم إسحاق نيوتن. في عالم تاني اسمه ماكس بلانك. بلانك ده عمل نظرية مهمة جدا اسمها ميكانيكا الكم. طب هو جنسيته ايه؟ هو ألماني الجنسية. يبقى ماكس بلانك ده ألماني، وأسس حاجة اسمها ميكانيكا الكم، اللي هي بنسميها احنا الكوانتم او الكم، اللي هي المادة بتتكون من كميات صغيرة وليها طاقة وبتبتدي تتحرك. ومن أهم الإنجازات اللي عملها، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1918. ده كان العالم ماكس بلانك. عندي العالم أينشتاين، طبعا كلنا سمعنا عنه، وفي ناس ممكن اللي بتحب تقرأ أو تفتح النت وتسمع أو تتابع الحاجات العلمية. أينشتاين مهم جدا جدا لأنه عمل كلنا عارفين النظرية النسبية، وهو كان ألماني الجنسية. يعني احنا نلاقي في كتير ألمان دماغهم حلوة جدا وعملوا أبحاث كتيرة. طبعا في عرب برضو زي حسن بن الهيثم وزي ابن سينا وزي الخوارزمي، في حاجات كتيرة جدا. إن شاء الله كل مرة نتكلم عن شوية علماء منهم. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1879، ومن ضمن الحاجات اللي فسرها بعض الظواهر العلمية كتيرة جدا، وطبعا كان أهمها اللي هي النظرية النسبية، وبتستخدم كتير في المجال الرياضي، الرياضيات الماس زي الهندسة والجبر وحساب المثلثات. العالم اللي بعده اسمه أرخميدس، واحنا هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل شوية، ونقول هو عمل ايه، اللي هي قاعدة الطفو. ايه هي قاعدة الطفو؟ يعني مثلا لو انا جبت جسم زي قطعة فلين او قطعة خشب وحطيتها على اناء فيه ماء، ابص لها بتطفو على سطح المية. انا لما بنزل اروح اعوم في البسين او في البحر، ابص الاقي جسمي بيطفو على سطح الماء. طبعا بيبقى عندي القدره على العوم، ولكن بفعل قوانين الطفو جسمي بيبقى مفروض على سطح المياه. طب عمل ايه تاني غير قوانين الطفو؟ اسمه ارخميدس. في بعض الناس ده طبعا الاسم العلمي بتاعه وهو يوناني جنسيه، ولكن في ناس مسمياه ارشميدس. يعني في الكتب العلميه بتاعتنا وبتاعت ولادنا هنلاقي مكتوب عليه ارشميدس. هو العالم ارخميدس. هو عالم رياضيات ومخترع في حاجات كتيره جدا، وكان بيخترع حاجات كتيره في الفيزياء، وهو اصلا كمان مهندس، يعني دارس الهندسه، يعني معاه فيزياء ومعاه هندسه، ودارس علم الفلك، كان بيفسر حاجات كتيره جدا في علم الفلك. اسم العالم ده أرخميدس أو أرشميدس. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها المواقع. يعني إيه مواقع؟ طب أنا مالي بالمواقع؟ أنا كشخص عادي، إيه يعني إيه مائع؟ كمثال مثلا، لو أنا فتحت إزازة برفان ببص ألاقي الريحة بتنتشر في أنحاء الغرفة. لو انا مثلا رشيت اي مزيل عرق، او ممكن روائح زي الفينيك والحاجات المعطره، ابص الاقي ايه انتشرت في جميع انحاء الغرفه وممكن في الشقه كلها. إيه طب هي بتنتشر ليه بسهوله كده؟ اصلها ما يعملهاش قدره على التحكم، ما اقدرش ان انا احكمها. مجرد ما بخيت منها او فتحت الاناء بتاع الزجاجه، ابص الاقيها على طول بايه بتنتشر. إيه طيب في مائع تاني زي السوائل، افتح الحنفيه ابص الاقي السائل الميه بينساب بسهوله جدا جدا، ما ده برضو اسمه مائع. اصل المواقع هي عباره عن السوائل او الغازات لها قدره على الانسياب. الانسياب يعني تتحرك بسهوله، بيسر، ببساطه. انا بفتح الحنفيه السائل بينزل، بفتح ازازه مثلا كحول او سبرتو بلاقي الاوضه كلها بتتملي بالكحول او السبرتو، فدي بنسميها ايه؟ مواقع. طب انا عندي انواع من المواقع، عندي نوعين. في نوع مواقع ساكنه، يعني حركتها محدوده جدا زي الميه او البرفان، وفي مواقع متحركه، ودي دايما بتسبب بعض الدوامات زي الشلالات، واللي هي الحتت اللي بيبقى فيها دوامات كبيره شويه وبتعمل عمليات غرق. نشوف المواقع. قبل ما نتكلم عنها عايز اعرف خصائصها، صفاتها. يعني لما اعرف ان ده مائع ولا لا، اولا هيبقى ليه قدره على الانسياب بسهوله، طيب لكن ايه يتميز بايه؟ لما اجي اقول مثلا فلان بيتميز او ليه صفه الهدوء، صفه الشطاره، صفه المحبه، دي صفه، حاجه بتلازم الشخص. طب المواقع ايه الصفات بتاعتها؟ اول حاجه حاجه اسمها الكثافه، وهنشوف يعني ايه كثافه. انا دايما اقول ايه؟ ده الجسم ده كثافته خفيفه، الجسم دوت يطفو على سطح الميه عشان خفيف، كلمه كثافه. في حاجه تانية اسمها الضغط، واحنا بنتعامل معاه زي الضغط الجوي، زي ضغط البني ادم، زي ضغط الغازات، نتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. تالت خاصية
قاعدة أرشميدس وقانون الطفو اللي هو لسه احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو أرشميدس. رابع حاجة بنتكلم عنها اسمها التوتر السطحي، وهنلاقيه ان هو مفيد جدا في حياتنا. خواص المواقع، نتكلم عن أول خاصية هي الكثافة. يعني ايه كثافة؟ انا لو جبت اي جسم عايز اعرف كثافته احسب ايه؟ عشان اعين اي حاجة في الفيزياء لازم يبقى عندي بعض الكميات الفيزيائية. يعني ايه كمية فيزيائية؟ هو ما يمكن ان انا يعني اقيسه، زي الطول، زي الحجم. طبعا الطول بالمسطره، الحجم انا خدنا قبل كده او الناس عارفه، لما اجي مثلا ابيض اوضه عايز اعمل احسب هتاخد قد ايه، فبحسب بضرب الطول في العرض في الارتفاع، وبكده بقدر اجيب الحجم. اي مش لازم الاوضه بقى، ممكن حجم مكعب، حجم مربع، كره، اي حاجه ممكن اقدر اجيب حجمها. طيب بالنسبه للكثافه، عايز اجيب كتله، هو انا اعرف استخدم الكتله. كتله يا اما بستخدم ليها الميزان اللي هو طبعا الحساس، اللي هي ده بنستخدمه في المواد الثمينه زي الذهب، زي الفضه، زي البلاتين، زي الالماس، ده بقدر اجيب بيه كتلته كام جرام، وده بالجرام طبعا لان وحده صغيره جدا، لان الماده اللي عندي اللي هقيسها او الحاجه اللي هقيسها ثمينه وغاليه الثمن. لكن ممكن اجيب بميزان عادي اللي هو اللي بنشتري بيه الخضار او الفاكهه او السوائل، كل دي اقدر ان انا احسب بيها كتلتها. في ميزان تاني اسمه ميزان زنبوركي، اقدر احسب بيه كتله الجسم اللي هو ملوش طول وعرض وارتفاع، زي مثلا لو جبت جسم زي زلطه، جبت جسم يعني مش باين هو كان سداسي او مربع، جسم مختلف شويه الابعاد بتاعته، اقدر احددها بيه. طيب يبقى انا معنى كده ان انا عشان اعرف الكثافه او اجيب الكثافه بقى اعمل ايه؟ بقول الكثافه هي كتله وحده الحجم. طب انا عندي الكتله، انا اي كتله بقدر اجيبها بوحدتها اللي هي بالكيلو، انا بروح اشتري اي حاجه بالكيلو جرام. طيب الحجم بقى، احنا قلنا مثلا لو عايز اجيب حجم الاوضه بضرب الطول في العرض في الارتفاع، يبقى كم متر؟ متر في متر في متر في متر مكعب، يبقى وحده قياس الكثافه هي كيلو جرام متر تكعيب. طيب تاني خاصيه اتكلمنا عنها الضغط، هنطول شويه في الضغط. الضغط عندي هو ايه؟ لو انا مثلا حبيت اضغط على الترابيزه دي بايدي، اضغط كده، ده اسمه ضغط. هو الضغط ده عباره عن ايه؟ قوه ايدي على المساحه دي، الحته الصغيره دي مثلا هضغط عليها، ده كده اسمه ضغط. هضغط على الماوس يبقى ده اسمه ضغط. يبقى انا عباره عن ايه الضغط؟ هو القوه اللي بتؤثر على مساحه معينه، على وحده المساحات، على الجزء اللي انا هدوس عليه. طيب هو الضغط ده مهم، مهم جدا. الناس تقول لك ده انا ضغطي عالي قوي، لا ده انا الضغط منخفض. في ناس لما تنزل الميه تتعب، يقول لك الضغط اثر عليها. في ناس لما تطلع على الادوار العليا مثلا برج عالي، او بتركب الاسانسير او تطلع على رجليها، تبص تلاقي نفسها تقول انا مش قادره اخد نفسي، ايه ده، هو الضغط ماله، حصل ايه؟ فالضغط بتاعها بيقل. فالضغط مهم جدا، فنعرف الاول يعني ايه معنى ضغط وناخد انواعه. الضغط هو عباره عن القوه المؤثره عموديا على وحده المساحات. طب بتتقاس بوحده ايه؟ الضغط عشان قوه، احنا قوانين نيوتن كلها لما نتكلم عليها في مره من المرات، اللي هو اسحاق نيوتن اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده بتاع الحركه، خلينا وحده قياس القوه باسمه يبقى نيوتن، وطبعا على المساحه اللي هي متر مربع اللي هي الطول مثلا في العرض. طيب في بقى الضغط عند نقطه في باطن سائل، يعني ايه؟ لو انا حبيت ان انا اعوم في الميه، في ناس طبعا بتعوم، في ناس بتغوص بتنزل تحت، هي تفرق اللي هيعوم على وش الميه من اللي هينزل تحت؟ يفرق عمق الماء، ارتفاع الميه. اللي ماشي على سطح الميه ده معرض وشه للهواء الجوي، حتى لو حاطط وشه في الميه يعني هو عارف يعوم، فالميه شايلاه، هو كثافته يعني وزنه مش تقيل الدرجه، وكثافه الميه بتبقى معتدل، فشايله الجسم ده. لكن لو انا نزلت اغوص تحت، الناس اللي هم بينزلوا يدوروا على اللؤلؤ ويجيبوه من القواقع اللي في الارض، طبعا كلنا شفنا بتبقى موجوده في البرامج العلميه او في الافلام، اللؤلؤ ده بيبقى موجود تحت في يعني اعماق البحار والمحيطات. عشان اجيب اللؤلؤ ده، في ناس بتبقى متعوده على الغوص متمرنه، فممكن تقعد فتره طويله من غير مثلا اكسجين، ومتعوده على الضغط تحت، لان الضغط تحت بيبقى عالي جدا جدا. ليه؟ بحسب ارتفاع او عمق من عند سطح الارض تحت او سطح البحر لغايه الشط بتاع الماء. فالانسان اللي مش متعود على كده ممكن يتعب وممكن يختنق ويموت، يعني يحصل له حاجات مش طبيعيه. طيب في الناس بقى اللي هي بتقعد بالساعات تحت، طبعا مش هتقدر تستغنى عن انبوبه الاكسجين،
لو احنا بنلاحظ دايما ان مع اجهزه الاكسجين والخوذه اللي بيلبسها الشخص الغواص دايما في جهاز لضبط الضغط. لو احنا بنشوف المناظر دي كتير او بنتفرج على الافلام، لو حصل حاجه في الجهاز ده اول حاجه بيرفع الخوذه، لان الضغط بيأثر على الاذن، على الطبله الداخليه جوه، فممكن تسبب له عدم اتزان على طول، فممكن يعني ممكن فعلا ينتهي بثواني. اول حاجه بيرفع الخوذه ويحاول على قد ما يقدر يرتفع الى اعلى. طبعا السرعه الكبيره دي ممكن برضه تاذيه، بس هو بيحاول يبعد عن الضغط العالي اللي هو مسبب له، يعني بيحس بفوران في دماغه وقلق جامد جدا. فده دوت بيعتبر عمق تحت سطح الماء عن طريق الضغط. طيب زي ما قلت من شويه، مثلا انا رحت البرج، رايح ليا ازور قرايبي في برج عالي جدا، فبركب الاسانسير بعد الرابع او الخامس، كل ما بيطلع ابص الاقي مش قادر، ايه ده، حاجه بتسحب الروح كده، ده بيبقى الضغط بتاعي بيوطى. وفي بعض الناس فعلا بتتعب تقول لك انا ضغطي وطي خالص، وطبعا لو الضغط وطي بيأثر على جسم الانسان، ما بيقدرش ياخد نفسه بسهوله، ممكن يحصل له ايه، مبادئ دوار. طيب ايه بقى اللي هو الرسمه اللي انا جايباها دي؟ لو انا حبيت اجيب كانه بني ادم، ده عباره عن حوض او اناء، والاناء دوت فيه سائل، وانا اعتبرت بدل البني ادم او الانسان جبت اللوح اللي عندي ده، واقدر اجيب الضغط بتاعه. قال لي سهل جدا ان انا اجيب ضغط، يعني ممكن ان انا اعين ضغط جسم في الماء، جسم صلب، جسم سائل، اقدر ان انا اقدر اعين الضغط بتاعه. طب انا عندي في اجهزه لقياس الضغط. ايه الاجهزه اللي عندي دي؟ قبل ما ادرس الاجهزه، في جهاز اسمه الاواني المستطرقه. ايه الاواني المستطرقه؟ زي ما احنا شايفينه كده، عباره عن عده اواني مختلفه في الشكل، يعني واحد انبوبه عاديه خالص زي الشاليمو، واحد فيه انتفاخات زي الدورق اللي هو بتاع المعامل الكيميائيه، وده زي الشاليمو اللي هو الزجزاج او اللولبي، وده عباره عن اناء بس ايه ارتفاعه سوري مساحه مقطعه تخنه يعني كبير شويه. طب هو عمل ايه هنا؟ الجهاز دوت ليه ميزه حلوه قوي، رغم اختلاف الشكل بتاع الاناء لانها مختلفه في الشكل والسعه الحجم بتاعها، واحد رفيع واحد تخين واحد متوسط، لو انا صبيت سائل من اي فتحه من اي اناء من دول ايا كان السائل، سائل يعني زي ميه، ممكن كيروسين، ممكن زيت، ممكن محلول ملحي انا مدوباه في ميه، ممكن حمض، اي حاجه، ابص الاقي السائل خد ارتفاع مستوي واحد. بصوا كده المنظر شكله ايه، الارتفاع الواحد دوت ليه؟ اصل هما كلهم مفتوحين، كل الانابيب دي مفتوحه طرف من تحت، قاعده مشتركه اهو، والطرف الاخر مفتوح في كل الانابيب، معنى كده ان الضغط متساوي، يعني معرض للهواء الجوي، يعني الضغط الهواء الجوي اللي احنا عايشين فيه وهنتكلم عنه بعد شويه. يبقى انا عندي كده جهاز الاواني المستطرقه، هو جهاز زي ما احنا شفناه، هو عباره عن عده انابيب متصله من اسفل لها قاعده مشتركه، ولكنها مختلفه في الشكل والسعه الحجم بتاعها، كل واحده بتشيل كميه من السوائل. اذا صبينا اي سائل من اي انبوبه فيهم، ببص الاقي بتنزل وتمتلئ السوائل لغايه ما توصل كلها مستوى افقي واحد، كده يعني افقي هو مستوى الترابيزه. معنى كده ايه؟ طب ليه انا ممكن مثلا لو انا عندي انابيب او عندي في بعض اللعب بتاعت الاطفال بلاقي فيها انابيب زي حرف اليو مثلا، واحط اي سائل او بتبقى جايه اصلا كده، وابص الاقي السائل مستوي، يعني ايه مستوي؟ خط افقي. فبقول ان الضغط متساوي، هي مفتوحه، مفتوحه الايه الاطراف من اعلى، معرضه للضغط الجوي. في كمان ممكن لو انا عندي اللي انا بقولت عليها اللي هي انبوبه ذات الشعبتين، يعني على شكل حرف اليو، لو انا حطيت سائل واحد زي الميه، ببص الاقيه بيرتفع وبيدي الاستواء بتاع السائل، عشان هما الاثنين مفتوحين، الانبوبتين من فرعين مفتوحين ومعرضين للايه الهواء الجوي. طيب ده لو سائل واحد متجانس، يعني متجانس يعني واحد بس، ماشي الكلام. طيب لو انا بقى حبيت اعمل سائل غير متجانس، سوائل غير متجانسه، يعني ايه غير متجانسه؟ ما بيدوبوش في بعض، يعني انا مثلا لو انا حبيت في بعض الاحيان مثلا هعمل كوبايه عصير او ليموناته، الليمون ده عصير سائل والميه سائل، لما بحطهم مع بعض بقلب ببص بيتجانسوا. يعني ايه بيتجانسوا؟ يعني لما اجي اشرب الليموناته ما بقدرش اميز جزيئات الميه من جزيئات الليمون، دي جزيئه يعني الاثنين بيندمجوا في بعض، فبشرب ليموناته ما اقدرش اقول البق ده ميه او البق ده ليمون، لا ده هي عباره عن عصير على بعضه فبشربه كله، ده اسمه التجانس،
يبقى مختلطين مع بعض، ما بقدرش افرق بينهم. طيب ايه بقى عدم التجانس؟ زي مثلا ماما لو جت مثلا تعمل اكل وهتعمل مكرونه، تروح حاطه الميه تغلي، وتروح قبل ما تحط المكرونه تروح ضايفه كميه من الزيت. ايه ده الزيت ليه؟ زيت اصله بيطفو على سطح الميه. لو انا ممكن اعملها في البيت، اجيب معلقه سمنه واحطها في كوبايه فيها شويه ميه صغيرين، الاقي السمنه تطفو على سطح الماء. ممكن ناس كتيره جدا في الصيف بتمسح بالفينيك او بالجاز، فايه اللي بيحصل؟ الاقي السائل دوت بيطفو على سطح الماء، ايه ما بيختلطش بالميه مهما ايه قلبته او بعصايه او حاولت انا اخليه متجانس، لا بيفصل جزيئاته طبعا نتيجه لحاجه اسمها الكثافه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، ماده اخف من ماده، فكثافه السائل اللي هو الزيت او السمنه او الجاز او الفينيك بتبقى اخف، فكثافتها قليله فبتطفو سطح الماء. فانا من كده ممكن انا اقدر اعرف ان انا اجيب الكثافه النسبيه لو حبيت اجيبها لماده زي الزيت او الكيروسين بتجربه اللي هي بتاعه الانبوبه ذات الشعبتين اللي هي اللي عندي دي. طيب احنا قلنا من شويه ان السائل بيرتفع في فرعين الانبوبه اذا كان مهما اختلف شكلها. ليه؟ لان الضغط بيبقى متساوي في جميع الاتجاهات، يعني في كل الانابيب ايه متساوي. من شويه قلنا في حاجه اسمها ضغط جوي اللي احنا عايشين فيه. انا لما ببقى تعبان شويه اروح للدكتور اقول له ايه، انا دكتور حاسس ان الضغط عالي او ضغطي واطي، فالدكتور بيقيس الضغط. طبعا جهاز الضغط بتاع الدكتور مختلف نوعا ما عن الضغط تبع الفيزياء. الفيزياء احنا قلنا متفرعه في جميع يعني في حياتنا كلها، في الداخليات والحاجات الحياه بتاعتنا، اي حاجه صغيره كده داخله في حياتنا. طب نشوف الضغط ده، الجهاز اللي هو بنقيس بيه الضغط الجوي ده عباره عن اسمه جهاز البارومتر الزئبقي. ليه الزئبقي؟ لان في ماده الزئبق، ويطلق عليه بارومتر تورشلي. زي ما احنا شايفين هو عباره عن اناء حوض، والحوض ده فيه ماده الزئبق، وبعد كده في انبوبه، الانبوبه اهي طولها متر ومنكسة مقلوبة يعني، وبها برضو مادة الزئبق. إيه لو انا خدت بالي هبص الاقي بعد فترة في حتة بتفضى من فوق كده، بيحصل ايه؟ ان الضغط الجوي عشان انا ليه مقدار معين اللي هو 76 سنتيمتر زئبق، 76 سنتيمتر زئبق، فايه اللي بيحصل؟ ان الهواء بيضغط على الانبوبة وينزل جزء منه، في جزء فراغ في الانبوبة فوق اهو، الجزء ده فاضي فراغ، كان الاول مليان بس ايه الهواء ما قدرش يشيل اكتر من طول الانبوبه اللي هو مظلل بالازرق ده. عشان كده لما بيجي الدكتور بيقيس الضغط، لو احنا بنتابع اللي هو الجهاز العادي مش اللي هو الديجيتال، لا العادي ده، الدكتور بيروح حاطط اللي هي المسنده دي، سوري اللي هي عامله زي فيها الانتفاخ دي، بيروح حاططها على دراعي وببتدي يستخدم جهاز الضغط عشان يرفع عمود الزئبق، ده اللي بشوفه انا، هو ده عمود الزئبق. ان عدى ال 76، لانه الطبيعي 76 ل 80، ان عدى بقى مثلا 85 90 يقول لك ده الضغط ايه؟ إيه لا ده الضغط كده ايه يعلى. ليه؟ احنا طبعا البني ادم بيبقى ليه من 80 ل 120، لكن احنا بنتكلم عامه على الضغط العادي بتاعنا احنا اللي احنا عايشين فيه، اللي انا بحس بيه لو انا نزلت في الميه الضغط عندي بيزيد جدا، لو ارتفعت الاعلى طبعا في اختلاف، واحد ضغطه بيزيد والتاني هيقل، فالضغط عندي بيقل. احنا الضغط الطبيعي بتاعنا او الضغط الجوي هو عباره عن 76 سنتيمتر، طول 76 سنتيمتر من ماده الزئبق. ولما بروح مثلا لو انا بروح مع ماما مثلا عند دكتور او بابا وهو بيقيس الضغط، اقدر الاحظ ارتفاع الزئبق وهو طالع ونازل، واقدر اشوف المؤشر بتاعي واعرف مثلا اذا كان الضغط ده عالي او منخفض. ده الجهاز ده اسمه البارومتر الزئبقي او بارومتر تورشلي. طيب الضغط الجوي زي ما قلنا هو عباره عن وزن عمود من الزئبق، من ماده الزئبق، الطول بتاعه يا اما 76 سنتيمتر، لو انا هحوله للمتر عشان طبعا تبع النظام المتري الدولي، احنا بنتعامل بالنظام المتري الدولي، 76 من 100 متر زئبق، ومساحه المقطع بتخن الانبوبه دي بيبقى الوحده يعني واحد نقدر نقيس بيه. طيب الجهاز الثاني اللي اقدر استخدمه عشان اقيس بيه، طب ينفع اقيس السوائل، ضغط السوائل زي ضغط الغازات؟ طبعا ما ينفعش. انا لو جبت شويه ميه وشويه هواء هقدر احقق نفس الجهاز هستخدمه؟ لا. لو انا حبيت ان انا ادرس الخصائص الفيزيائيه بتاعته، هما الاثنين كلاريس عديم اللون، ما لهمش لون، ما لهمش ريحه، ولكن ليهم خصائص. انا اقدر على الاقل اقدر اشوف الميه، لكن الهواء ما اقدرش اشوفه، بقدر استدل عليه.
يعني دي من الخصائص بتاعته. لو انا مثلا رشيت رشه برفان بينتشر في اجزاء الغرفه لان في حركه، صحيح ولا الهواء؟ لا، الهواء بيتحرك، جزيئاته بتتحرك، السائل برضو جزيئاته بتتحرك وهكذا. فانا اقدر ان انا احسب الضغط بتاعي اللي هو ضغط الايه الغازات بجهاز، عندي اسم الجهاز دوت المانومتر الزئبقي، هي ماده الزئبق برضو، وهو عباره عن انبوب على شكل حرف اليو، جزء فيها زئبق المظلل ده والجزء التاني ده فيه غاز. اي غاز انا عايز اجيب ضغطه، غاز الاكسجين، هيدروجين، نيتروجين، ثاني اكسيد الكربون، اي غاز من الغازات اللي احنا متداوله عارفينها، او الهيليوم او النيون او الارجون اللي هي الغازات الخامله. يبقى ده اسم جهاز عندي المانومتر الزئبقي. يبقى عندي جهازين لدراسه الايه الضغط، يا اما ضغط السوائل يا اما ضغط الايه الغازات. عندي باسكال، ده عمل عالم مهم جدا جدا، عمل نظريه مهمه قوي اسمها قاعده باسكال او مبدا باسكال. ايه بقى مبدا باسكال ده؟ بنسمي المبدا ده بيؤثر على زي مثلا استخدمه في ايه، في فرامل السياره. ازاي؟ لو انا جبت، نشوف منظر شكله كده، ايه عباره عن اناء، هذا الاناء بيه سائل، احنا مش هنقول اسمه دلوقتي بس إيه، نشوف الدنيا ايه. في مكبسين، مكبس اهو صغير وده مكبس كبير. لو انا ضغطت على المكبس الصغير ايه اللي يحصل؟ جزيئات السائل دي انا هضغط عليها فهتضغط، الضغط كل ما بضغط جزيئات السائل ضغطها يزيد لغايه ما يوصل للمكبس الكبير، فيضغط على المكبس الكبير ده فيقدر ايه نوقف بيه العربيه. ايه ده ايه ده، هو احنا بنستخدم مبدا باسكال ده في فرامل السياره؟ قال لي اه. ايه هي فرامل السياره؟ طبعا كلنا بنركب عربيات او وسائل المواصلات، طبعا مجرد ان انا بدوس دوسه صغيره جدا على الدواسه اللي جوه العربيه، هي دواسه الفرامل عندي دواسه صغيره، بتقدر الدوسه الصغيره دي في ثواني، مش بتاخدش وقت طويل، يعني في كام ثانيه كده توقف الاله الكبيره اللي هي العربيه ايا كان نوعها، نوع كبير او مقطوره او كده، يبقى الضغطه الصغيره دي بسرعه وقفت العربيه. ما حدش فينا سال مره ازاي الدواسه الصغيره اللي انا بدوس عليها دي توقف الاله الضخمه الكبيره دي. طبعا هي وزنها بتبقى الاف، يعني مثلا 5000 كيلو، 10000، يعني وزن كبير جدا، اكبر مني بكتير، انا رجلي قد ايه، ومهما كنت ضخم برضو الدوسه بتاعتي دوسه صغيره جدا. قال لي اه بايه، بالقاعده بتاعت العالم باسكال. باسكال قال ايه بقى؟ لو انا ضغطت ضغطه صغيره على سائل، بس السائل ده مش اناء مثلا مفتوح، لا، اناء موجود في مكان معين في حيز معين، يعني احنا فرامل السياره كلنا اللي عنده عربيه او بيسمع، هو اناء معين فيه زيت الفرامل، زيت الفرامل هو ده السائل اللي كنت بتكلم عنه. انا مجرد ما بضغط الضغطه الصغيره دي بضغط في ايه، بزق جزيئات الزيت اللي عندي بتضغط بتضغط. ايه اللي بيحصل؟ كل ما بدوس على الفرامل، ما بدوس واروح شايل، لا، مداني دايس لغايه ما العربيه تقف. الدوسه كل ما تزيد الدوسه بتاعتي على زيت الفرامل، ببص الاقي الجزيئات بتضغط اكتر وتزيد الضغط، كانهم بيتخانقوا مع بعض، فغصب عنهم انا دايس مش عارفه على رجلي، يبتدوا بسرعه يتجهوا الى المكبس الاخر اللي هي الناحيه الثانيه اللي انا مش دايس عليها. طبعا لما بيزيد الضغط طبعا هيزيد جدا، لان لما بضغط السائل فبيزداد بايه، بمقادير متساويه في الاناء اللي موجود ده، وبص الاقي بسرعه بسرعه بيروح جري على المكبس الكبير. طب المكبس الكبير ده بيبقى في العجل الخلفي للسياره، فيضغط عليه فيضطر، طبعا ده مصنع ان هو لما يضغط عليه جامد يضطر يوقف فرامل السياره. طب ايه ده، هو انا الفرامل السياره محطوطه المكبس من ورا مش من قدام؟ يعني انا المفروض انا قاعد قدام، فلما ادوس على الفرامل من قدام يبقى العربيه تقف قدام، لو وقفت العربيه من قدام ايه اللي هيحصل؟ العجل الخلفي، احنا عارفين ان في 4 عجلات في السياره، العجل الخلفي هيبقى لسه بيلف ويدور، احنا يعني عارفين ان في حاجه اسمها ايه طاقه الحركه، طاقه الحركه دي وفي بتبقى ماشيه بين ال4 عجلات، 2 قدام و2 ورا، واللي ورا بيمشي على سرعه اللي قدام، بياخد السرعه وطاقته من اللي قدام، بيمتدها من اللي قدام. ولو وقفت فجاه العجلتين الاماميتين والخلفتين لسه بتلف، هتتقلب العربيه وتحصل حوادث. يعني معنى كده ان لازم يبقى الايه المكبس الكبير اللي هي الفرامل الاساسيه اللي انا هدوس عليها، اللي بدوس عليها بتبقى متصله من الخلف، وببص الاقي اللي بيحصل عند زياده الضغط بتقف السياره من الخلف وبعد كده إيه للامام. طبعا الكلام ده كله ما بياخدش نص دقيقه تقريبا، بتقف على طول العربيه طبعا، واحنا بنلاحظها
اللي ما بيدوسش كويس على الفرامل ممكن العربيه تمشي وتعمل حوادث، لو انا مثلا في طفل معدي او حاجه. المبدا ده اللي عمله او فسره العالم باسكال. طبعا دي حاجه في حياتنا، مين فينا ما بيستخدمش الفرامل، اذا كان في عجله، في موتوسيكل، في عربيه، في اي جهاز عندي. طبعا الفرامل مهمه جدا جدا في الفيزياء، دي فيزياء، دي حياتنا موجوده في حياتنا. ده بنسميه بقى الاسم العلمي بتاعه المكبس الهيدروليكي، اسمه المكبس الهيدروليكي. ممكن استخدم كمان قاعده باسكال في حاجه تانية، الاله اللي بترفع الاوناش في الميناء زي ميناء اسكندريه او بورسعيد، في اله ببص ايه العربيات اللي هي الخرده عايزه ترفعها، فبيبتدي يدوس على زرار يبتدي يحصل ضغط كبير جدا في الاله دي ويبتدي يرفع وينقل اللي هي الحطام بتاع السيارات. الكوريك بتاعنا بقعد اضغط عليه ويبتدي يرفع، ده برضه تبع العالم باسكال. دي كلها في حياتي وانا بدرس فيزياء لانها موجوده في حياتي وبستعملها كل يوم. العالم بقى ارخميدس او ارشميدس اللي قلنا عنه، هو عمل قوانين الطفو. لو انا فكرت كده قعدت بيني وبين نفسي، اي حاجه احطها في الميه تغوص او تطفو على سطح الميه، اي جسم. يعني مثلا انا عندي كوب من الماء وجبت قطعه فلين وحطيتها على سطح الميه، اللي بيحصل كلنا عارفين طبعا ان الفلين، انا ما جبتش حاجه من عندي، الفلين بايه بيطفو على سطح الماء. ليه؟ الميه جواها قوه اسمها قوه دفع السائل، قوه الميه، القوه دي بتدفع وترفع الجسم اللي عندي. لو الجسم تقيل مش هتقدر ترفعه، لو الجسم خفيف هيترفع. يعني معنى كده ان قطعه الفلين اللي عندي دي خفيفه، طبعا هي خفيفه جدا، وزنها وكتلتها خفيفه جدا، حطيتها كده الماء قدر يرفع الايه قطعه الفلين ويشيلها. طب لو انا شلت قطعه الفلين وحطيت جسم تاني زي ايه قطعه خشبيه اهي برده تطفى على سطح الميه، يمكن ايه مش طافيه قوي زي الفلين، لا يعني ايه جزء منها في الماء وجزء منها للهواء. معنى كده ان برضو في جسم ممكن ينزل جزء منه في الماء. لو انا جبت جسم معدني زي مثلا المسمار ده ورحت حطيته في الماء، ايه اللي حصل؟ غاص على وش الماء. ادي الثلاث اجسام اهو، وادي اللي فوق خالص اهي. العالم ارشميدس هو اللي عمل التجربه المهمه دي، قال ايه؟ ان في بعض الاجسام تطفو على سطح الماء، بعض الاجسام تعتبر معلقه يعني جزء منها فوق جزء تحت، وبعض الاجسام تغوص على سطح الماء. طيب ليه بقى؟ لو الجسم خفيف الميه هتشيله، يبقى قوه الدفع بتاعته كبيره بتاعت السائل، يبقى وزن السائل ده خفيف قليل. لو جسم تقيل زي القطعه المعدنيه او المسمار او ممكن كره، ممكن ليمونه، ممكن اعملها في البيت، احط كده ليمونه في كوبايه بص لها ايه تغوص في قاع الماء. ليه؟ لان وزنها تقيل، الميه تيجي ترفعها تشيلها ما بتقدرش، الميه فيها قوه، ما هي فيها قوه بس مش قادره ترفع الجسم لان قوتها بقت اقل، يعني وزن الجسم اتقل فبيغوص في سطح الماء. فارشميدس او ارخميدس فسر قوانين الطفو، فقال ايه؟ اذا غمر جسم، غمر يعني اتحط في سائل زي الميه كليا او جزئيا، يعني كله زي المسمار او جزء منه مثلا زي الفلين او قطعه الخشب، فان هذا الجسم ايا كان اذا كان خفيف او ثقيل، وزنه خفيف او وزنه كبير، ايه بيلقى يعني بيقابل الميه فيها القوه تقابل ايه قوه دفع السائل بتحاول ترفع هذا الجسم. طبعا ممكن في تجربه حلوه قوي ممكن نعملها في البيت، انا عايز اعرف فعلا ان في تجربه ممكن اقدر اجيب حاجه اسمها حجم السائل المزاح، يعني الميه الزياده. هو انا لما حطيت الاجسام دي مش مستوى الماء زاد؟ طبعا انا مش هقدر املاه للاخر عشان ما يغرقش الدنيا ميه، لكن انا ممكن اعمله في البيت، ممكن اجيب كوبايه بملاها على الاخر بالماء واجيب طبق نظيف واروح حاطه كوبايه جواه، طبق واروح حاطه الكوبايه وهي مليانه كده، طبق فاضي ما فيهوش حاجه، واروح جايب اي جسم صلب زي مثلا ليمونه، طبعا ما اجيبش بقى حاجه معدنيه جامده تكسر الكوبايه، بشويش خالص وبحرص اروح حاطه الجسم الصلب في الكوبايه. مجرد ما بحطه على مال الكوب على اخره على ضمته ابص الاقي ايه جزء من الماء انساب الدلق يعني. طب ايه اللي حصل؟ الجزء ده بيساوي وزن الجسم اللي انا حطيته، يعني لو حاطه جسم كبير
وزنه كبير هينسكب كميه من الماء كبيره، لو حط جسم قليل يبقى ده بيساوي ده، يبقى وزن السائل الازاح اللي وقع قد الجسم الصلب اللي انا حطيته. ده ارشميدس برضو فسره، طبعا دي تجارب مهمه جدا، قدر يستخدم حاجات كتيره جدا. نشوف بقى قانون الطفو دوت اقدر ان انا استخدم فيه ايه. عندي فيه ظاهره حلوه ممكن انا اعملها، طبعا انا ما بعملهاش بس ممكن نجربها. لو انا مثلا جبت 2 كيلو من اي حاجه مش هتفرق، كيلو في ايد اليمين وكيلو في ايد الشمال، ورحت واحد حطاه في ايدي وماسكاه كده وطبعا اتجاهه للارض للجاذبيه الارضيه، وجبت الجسم الاخر، جبت اناء مثلا جردل او طبق بلاستيك كبير فيه ميه، وحطيت الكيس الثاني الاخر اللي هو في اليمين مثلا حطيته جوه الاناء اللي فيه ميه ده، مش هحس بتقله قوي زي ما بحس في الايديا الشمال اللي هو الجسم اللي فيه كيلو في الهواء. ايه ده؟ لا ده هيتقل، المفروض يتقل لان الميه هتقله. لا مش هتقله. ايه اللي بيحصل؟ الميه اتفقنا ان في حاجه اسمها قوه دفع السائل، هترفع معايا الكيلو ده، طبعا مش هيبقى خفيف بقى قوي، لا يعني هيبقى انا حاسس بايدي ان الجسم اللي في الشمال اتقل سنه من الجسم اللي في اليمين. اصل قاعده ارشميدس هي امكان رفع جسم بسهوله جدا لما يكون مغمور تحت سطح الماء، ولكن ما هيبقى صعب عليا ان انا لما ارفعه فيه او يبقى اتقل في الهواء. ممكن كمان زي قطعه الفلين تطفو على سطح الميه، تطفو على سطح الماء، اي جسم طبعا فلين او قطعه خشبيه، يبقى دي من ظواهر انا بشوفها في حياتي. قاعده ارشميدس زي ما اتفقنا هي عباره عن الجسم المغمور كليا او جزئيا، يعني جزء منه او كله زي ما احنا شفنا، يكون مدفوع بقوه من اسفل الى اعلى، وهذه القوه تعادل يعني بتساوي وزن حجم المائع، المائع اللي اتفقنا اللي هي زي السوائل. طب انا عندي هنا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه زي السفن. هي السفن طافيه على وش الماء ولا معلقه؟ طبعا هي مش مغموره، مغموره يعني كلها في الميه زي المسمار. لا هي انا بشوفها طافيه على سطح الميه، صح، بس هي في حاله اتزان. يعني ايه اتزان؟ يعني لازم في حاجه بتساوي حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ هل السفينه لما بنشوفها كلها بتبقى على سطح الميه ولا في جزء منغمر في الماء؟ طبعا اكيد احنا كلنا ركبنا سفن، مراكب على الكورنيش، ركبنا حاجات المراكب اللي هي في ماسبيرو وهنا بتودي لاماكن كتيره، وفي ناس ركبت بواخر، ايا كان، في ناس ركبت قارب، ايا كان نوع السفينه او المركب، هي فكره عملها واحد، هي بتبقى جزء منها تحت سطح الماء وجزء اخر فوق سطح الماء، الجزئين دول لازم يساووا بعض، او يبقى اللي فوق ممكن يبقى اقل سنه لكن ما يبقاش اكتر. طب ايه اللي فوق واللي تحت؟ اللي تحت ده طبعا ده وزن المركب اللي فيه بالمعدات بالاشخاص، وزنه بينزل في الميه يبقى متجه لتحت، والميه بترفع زي ما اتفقنا في حاجه اسمها قوه دفع السائل بترفعه من اسفل الى اعلى. اذا تساوت القوتين بيفضل الجسم معلق زي مثلا السفينه. طيب اذا حاجه لو السفينه بقى تقلت شويه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عمليه الغرق. وبص يقول السفينه غرقت، هنا هو كده في الرسمه ادي السفينه بتطفو على سطح الماء، طبعا سفينه كبيره جدا وجزء كبير من تحت الميه موجود تحت مغمور انا مش شايفه، طبعا الجزء اللي تحت لازم يتساوى مع الجزء اللي فوق، يبقى وزن الجسم اللي هو تقلها كله اللي هو بيعتبر الجزء اللي تحت ده بيساوي السائل اللي هو بيرفعه اللي هي قوة دفع السائل، فبيحصل عملية اتزان. طيب ايه اللي بيحصل بقى لبعض السفن او المراكب اللي ممكن تغرق؟ يعني انا المفروض المسافر رايح حتة ايا كانت المسافة كبيرة او مسافة صغيرة بيأمن على المركب او السفينة او اللانش ايا كانت الوسيلة اللي هيركبها، لازم يبقى متأكد جدا من صلاحيتها. طيب كلنا بنسمع عن حاجة اسمها الهجرة الشرعية والهجرة الغير شرعية، نتكلم على الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية بعض الشباب بتتمنى طبعا ان هي تسافر ايطاليا او المانيا او بعض البلاد الاوروبية، طبعا ايا كان طالب ايه، بس هو بيحاول ان هو يبتعد بطريقة غير شرعية. فاللي بيحصل بيتفقوا مع بعض المراكب ان هي تنقلهم من مثلا من بورسعيد او اسكندريه اي مرفأ الى المواني الاوروبيه.
طبعا عشان في واحد ضميره مش كويس بيبقى عنده نفسه يكسب، طبعا ده كسب مش سليم ابدا. بدل مثلا مركب حمولتها 50 شخص، لا بياخد 70 و80 و100، زي ما بنشوف اولاد ناس كتيره جدا واولاد ناس نعرفهم بيحصل لهم غرق. ايه غرق؟ ليه الغرق ده؟ لاني بيحصل ان وزن المركب بيتقل. ازاي بيتقل؟ ما انا بيبقى في 10 اشخاص غير لما يكون في 20 غير في 30. انا الوزن اللي عندي انا عايز 50 شخص فقط، لكن انا احمل مش مثلا نفر ولا اتنين زياده، لا طبعا بيبقى عايز مكسب اكتر، فبيحمل 50 و80 وهكذا. طبعا عشان نتيجه لوزن الجسم اللي بيحصل، الوزن الميه ما بتقدرش تشيل قوه الدفع اللي فيها، فيها بس مش قادره تشيل الوزن الكبير ده، فاللي بيحصل ان هي بتغرق المراكب اللي هي الاجهزه دي. طبعا ده بنسميه نتيجه ليه ما فيش اتزان بين وزن الجسم وقوه دفع السائل. الميزان الزنبرك هو اللي انا قلت عليه من شويه، هو عباره عن اناء معدني وفيه هنا سوسته بتتحرك، وبحط اي جسم اقدر ان انا عايز احدد اقيس الكتله بتاعته. من شويه انا قلت ان انا المثال اللي انا ممكن اعمله في البيت اللي هو بتاع الليمونه. طبعا هنا ممكن انا عندي طبعا في امكانيات في المعامل، بيبقى اناء او مخبار فيه فتحه جانبيه، فانا لما بحط الجسم اللي انا عايز اعين وزنه بتاعه عشان احسب قد ايه حجم السائل المزاح اهو اللي نزل، فبحطه جوه السائل وبواسطه الايه الميزان الزنبرك، والميه اللي بتنزل اللي هي بتنسكب دي بتبقى كميه الماء دي قد بالظبط وزن كميه الايه سوري حجم الجسم اللي عندي. ده بالنسبه للميزان. طيب في ظاهره تانية تسمى التوتر السطحي. ايه التوتر السطحي ده؟ يعني ايه توتر سطحي؟ هو انا هستخدمه في حياتي؟ اكيد بنستخدمه. في بعض الاحيان ابقى ماشي على الكورنيش، او لو ميه مش نظيفه، مجاري او مصرف، لو انا ركزت كويس هلاقي في بعض الحشرات بتمشي على سطح المياه او بعض اليرقات اللي هي قبل ما تبقى حشره على طول. ايه ده؟ يعني ممكن تسير تمشي على سطح المياه بواسطه التوتر السطحي ده. هو ظاهره موجوده اصلا، سبحانه وتعالى ربنا خلقها، مش الانسان عملها، هو الانسان وسيله لتفسير الظواهر اللي موجوده في حياتنا. طيب التوتر السطحي ده هل انا هستفيد منه ايه؟ يعني لما الحشره تمشي على سطح الميه؟ لا، انا ليه استخدامات تانيه في حياتي. فالتوتر السطحي ده هو عباره عن ظاهره بتعمل على انقاص مساحه السطح بتاع السائل، فبيبدو كغشاء مرن مشدود. يعني ايه؟ يعني مثلا كمثال الماء اللي عندي اهو، السائل اللي عندي ده كأن في فاصل بيفصل، غشاء بيفصل بين سطح الميه وسطح الهواء اللي فوق ده، فبيقدر يشيل الجسم ده، يشيل الحشره تقدر تمشي عليه. ده بسبب ايه؟ خاصيه التوتر السطحي. طب انا لسه كنت قايل ان قطعه الفلين تطفو على سطح الميه. ما هو ده معنى ان الفيزياء متكامله. يعني ايه متكامله؟ يعني انا لما بتكلم عن ظاهره ما فيش ظاهره تانية بتنقضها بتقول عكسها، لا هي بتكملها، لان الفيزياء مكمله لبعضها. ما هي معلومات كتيره جدا جدا، واقدر ان انا ايه اتابعها وافهمها، وفي حاجات بتبقى تقيله شويه، لكن في حاجات اقدر ان انا ايه اتعامل معاها وتبقى لذيذه واقدر استوعبها وابقى فاهم ليه اللي انا بشوف ممكن الحشره تمشي على سطح الميه. ممكن دبوس رفيع قوي قوي، مش الدبابيس التخينه بتاعتنا، ممكن بشويش اروح حاططها على سطح الميه. ممكن ماء تحمل دبوس معدن، رغم انه معدن، بس ما احطوش راسي، يعني ما احطوش كده كده هيقع، لا احطه بشويش خالص ويبقى من الالومنيوم خفيف، واروح حاطه بشويش على سطح الماء يقدر ان هو الميه تشيله. دي بظاهره اسمها التوتر السطحي. احنا كل ده بنتكلم كنا عن ايه المواقع الساكنه، زي ما بنتكلم عن سوائل ميه عاديه، اناء في ماء كده، لكن لسه ما اتكلمناش عن المياه الايه المتحركه او المواقع المتحركه. طيب عم ارشميدس ده بقى استخدم القاعده بتاعته في ايه؟ سوري، التوتر السطحي. هي في بعض الظواهر اللي انا بشوفها اللي انا قلت عليها، طفو ابره من الصلب فوق سطح المياه، او قدره البعوض والحشرات الصغيره على الوقوف والسير على سطح الميه. طب انا هستفيد منها في ايه بقى؟ ده في تطبيقات مهمه جدا جدا في حياتي. التطبيقات على التوتر السطحي، اول خاصيه تستدير استداره.
فوهات الانابيب الزجاجيه المكسوره. مين الانابيب الزجاجيه المكسوره دي؟ انا عندي طبعا مش اي ازاز اروح حاطه على النار، طبعا هيحصل له ايه؟ هطقه ويكسر في وشي. لا، الازاز اللي هو بيتحمل درجه حراره عاليه زي البايركس. طبعا كلنا رحنا عملنا تحاليل طبيه، في ناس ولادها او هم مثلا خريجي علوم او طب او صيدله بيستخدموا الانابيب الاختبار كتير في المعامل. نتيجه للاستخدام طبعا كميات كبيره جدا ممكن انابيب كتيره تتكسر، طبعا بيعمل لها اعاده تدوير، ممكن ان هي تنصهر تسيح وتتعمل انابيب مره اخرى. لكن في بعض الاحيان الانبوبه ذات نفسها بتبقى سليمه كلها، ويا دوبك الفوهه بتاعتها، فوهه يعني بق الازازه، بق الانبوبه، بدل ما انا اعيد صناعه الانبوبه كلها، لا انا ممكن احط الانبوبه كده على اللهب مباشره. فاللي بيحصل نتيجه لخاصيه التوتر السطحي، القطعه اللي هي البق بتاعها او الفوهه دي بيبتدي يلين شويه وينصهر وتستدير على طول، بدل ما هي مكسوره لا ابص ليها عملت كامله الاستداره. يبقى دي خاصيه حلوه جدا ان انا ممكن استخدمها، مش لازم اصهر الانبوبه كلها، او طبعا في يعني اي ازاز، او ممكن لو انا عندي تمثال ازاز واتكسرت منه حته صغيره ممكن اوديه طبعا الناس المختصين يقدروا ان هم يعملوا بدل ما يسيحوه كله ويعاد استخدامه مره تانية او يعاد تدويره مره اخرى. دي حلوه قوي بظاهريه التوتر السطحي. ممكن حاجه تانية، تزييت وتشحيم الالات المعدنيه. ايه ده، هو انا ممكن اشحم الالات المعدنيه؟ اه طبعا ممكن ان انا استخدمها. في حاجه اسمها قدره الصابون على عمليه التنظيف. طب انا عارف انا بنظف بايدي، بحط اناء وفي صابون ايا كان نوعه، سائل او من العادي، وطبعا عارفين الصابون بيزيل الاتربه والدهون والكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ بسبب خاصيه التوتر السطحي بيبتدي ينتشر الصابون، وبيحصل ان التوتر السطحي يبتدي يزيد، فالصابون ينتشر جامد بارجاء الملابس ويبتدي يزيل اي اتربه واي ريحه عرق، تراب، مواد دهنيه، ايا كان. يبقى انا يعني عمليه النظافه ذات نفسها نتيجه لخاصيه التوتر السطحي، يبقى ايه لقدره الصابون على عمليه التنظيف. اضافه كميه من الزيت او الكيروسين فوق مياه البرك والمستنقعات. طبعا بتبقى صعبه جدا لو انا مثلا ساكن في منطقه ارياف، او مش لازم ارياف، في مناطق عشوائيه فيها دايما مصارف. طبعا المصرف بيبقى ريحته صعبه جدا، غير ان هو بيكون كميه حشرات كتير جدا جدا عليه، طبعا غير الوباء وغير الامراض والكلام ده. فايه اللي بيحصل؟ في ناس بقى بتبقى يعني فاهمه ان انا اعمل ايه، اجي على المصرف ده او المستنقع ده ارمي كميه من الزيت او الكيروسين. طب يعني انا هجيب الزيت مثلا بتاع الاكل مثلا؟ طبعا لا، بناخد اللي هو فضلات المصانع او المطاعم، بيبقى زيت طبعا وحش جدا، هو كده كده مش عايزه، فاروح واخد مثلا كميه من الزيت وراح رميها على سطح الميه. ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا قبل كده من فتره قلنا ان الزيت بيطفو على سطح الميه، معنى كده لما بيطفو فوق ايه اللي يحصل؟ لو انا عندي بعض الحشرات، بعض اليرقات عايش عايمه على وش الماء، زي ما قلنا لها القدره على السير على سطح الماء. طب هي اي حشره مش كائن حي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الكائن الحي يتنفس. طيب ما هي عايزه تتنفس الاكسجين اللي موجود في الهواء، وهي عايشه على الفضلات والبقايا والحاجات اللي مش نظيفه اللي في الميه. طب بتطلع تشم تاخد التنفس بتاعها، وبعد كده تنزل تتغذى من الايه، الحاجات اللي مش نظيفه في الميه، بقايا اكل، في حشرات تحت، في ديدان، ايا كان. طب ما هي عايزه تتنفس، لكن انا لما اعمل عازل ارمي كميه من الزيت او الكيروسين هيفصل بين الهواء وبين الميه بتاعت البركه، تيجي الحشره عايزه او اليرك عايزه تتعدي عليها عشان تطلع فوقيها عشان ايه تتنفس، مش هتقدر. طبعا احنا المواد دي زيتيه، فاقدر ان انا ما تقدرش الحشره الصغيره تطلع عليها، فتقدر ان هي ايه يحصل لها ايه، يحصل لها اختناق وتموت. دي بالنسبه للحشرات. طبعا زي ما احنا شفنا حاجات كتيره جدا نقدر نستخدم فيها الفيزياء. طبعا انا ما كنتش عارف النهارده ان فرامل السياره فيزياء، ان انا ممكن ان انا الجسم اللي طافي او في اعماق المياه فيزياء، ممكن ان انا استخدم حركه الاجسام فيزياء، انتشار الروائح في الجو طبعا انتقال الحرق، هي الحركه الانتقاليه برضو فيزياء. اي جسم حواليا هو بيتكون من مجموعه جزيئات برضو، ده فيزياء. الاضاءه بتاعتنا فيزياء،
اللي انتوا شايفينه بيه دي الفيزياء، الكاميرا في الكترونات بتتحرك وفي اشعه بتنزل فبتسقط على الجسم الانسان وبتنعكس، فانتوا شايفيني في فيزياء. انا وقفت قدام المرآة هشوف شكلي، طبعا ده برضو فيزياء. لما انا اجي مثلا الدنيا ضلمه لو ما شفتش نفسي منطقه ضوئيه، كل ده فيزياء. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا مني النهارده ان شاء الله، واتمنى القاكم ان شاء الله على خير. الى اللقاء في قرب قريب ان شاء الله. سلام.